مرتقون، قصص إسلامية وتاريخية. من بين آيات الله عز وجل في القرآن الكريم آية قيل إن المسيحيين يخافون منها، فهي تظهر أنهم لا يقولون إلا باطلا، فمنهم من يقول إن عيسى هو ابن الله، ومنهم من يقول إن الله تجسد في جسد عيسى حتى صلب. فيؤمن المسيحيون أن عيسى كان إنسانا وإلها، ويؤمنون أنه صورة الله عز وجل على الأرض. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يصفون علوا كبيرا. فمن أخطر معتقدات المسيحيين الخاطئة أن المسيح عليه الصلاة والسلام هو ابن الله وأنه إله، والعياذ بالله. قال ربنا تبارك وتعالى رادا لكل هذه الافتراءات: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أي وقال هؤلاء الكفار والمسيحيون وغيرهم اتخذ الرحمن ولدا، قالوا إن لله ولدا بيننا، وهذا افتراء، لقد جئتم أيها القائلون بهذا الكفر، بهذه المقالة الفاجرة، لقد جئتم شيئا عظيما منكرا، تكاد السماوات يتشققن من فظاعة ذلكم القول من فجرة بني آدم، وتتصدع الأرض وتتساقط الجبال سقوطا شديدا غضبا لله عز وجل مما نسبتم إليه مما لا يليق من هذا الافتراء من البنوة والولد والألوهية لغيره. تعالى الله تعالى عن ذلك علوا كبيرا. فغضبت الملائكة واستعرت النار حين قالوا ما قالوا. تعالى الله سبحانه وتعالى عن مقالاتهم علوا كبيرا، وما يصلح للرحمن جل في علاه ولا يليق بعظمته تعالى أن يتخذ ولدا، لأن اتخاذ الولد يدل على النقص والحاجة، والله جل جلاله هو الغني الحميد الملك المبرأ عن كل النقائص، لا يصلح له ولا يليق به لجلاله وعظمته، لأنه لا كفؤ له من خلقه، لأن جميع الخلائق عبيد له سبحانه وتعالى. فماذا سيقولون يوم القيامة وقد جاءوا بمنكر عظيم لا يليق برب العالمين؟ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله محمدا صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. ومن أخطر معتقدات المسيحيين الخاطئة الباطلة التي تنبع من فلسفة الشرك والكفر والعياذ بالله تعالى أنهم يؤمنون أن الله عز وجل هو ثالث ثلاثة، يقولون هم الأب وهو الله تعالى في زعمهم وافترائهم، والابن وهو المسيح عليه السلام حاشا لله، والروح القدس وهو الروح التي حلت في مريم بنت عمران عليها السلام والرحمة من رب العالمين. تعالى الله عن افتراءاتهم وأكاذيبهم وباطلهم. قال الله عز وجل في القرآن الكريم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة،
وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. فما لكم معبود أيها الناس إلا معبود واحد لا شريك له، وهو الذي ليس بوالد لشيء ولا مولود، بل هو سبحانه وتعالى خالق كل والد وكل مولود. وإن لم تنتهوا عما تقولون من أن الله عز وجل ثالث ثلاثة، هذه المقولة النابعة من صميم الشرك والضلال، ليمسنكم أيها الكافرون عذاب أليم لا تقدرون على تحمله من رب العالمين، فإن عذابه عذاب أليم شديد. ومن أخطر أقوال المسيحيين الباطلة، يقولون إن المسيح قد صلب، فيؤمن النصارى والعياذ بالله بأن المسيح عليه الصلاة والسلام قد مات مصلوبا على أيدي اليهود، فهم الذين قتلوه وصلبوه في زعمهم وفي اعتقادهم، وذلك ليخلص البشرية من أخطائها ويكفر بموته خطايا جميع البشر، فكان فداء للناس حسب معتقدات المسيحيين الخاطئة الباطلة. فكيف لإله أن يموت؟ أفلا تعقلون؟ أفلا تتفكرون؟ قال الله سبحانه وتعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. بل رفع الله عز وجل المسيح عليه الصلاة والسلام، وسينزل عليه السلام في آخر الزمان، وسيكسر الصليب المزعوم، ويقتل الخنزير، ويضع الجزية، ويمشي في الناس بشريعة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فالحمد لله عز وجل على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة التوحيد، وكفى بها نعمة. الحمد لله على نعمة أن من أمة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكفى بها نعمة بعد نعمة التوحيد، والحمد لله عز وجل على الإسلام. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دمتم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.